الشخص اللي هو صاحب المكان اللي بناه وهو نوع من الطمع منه ان هو عايز يوصل لحاجة مرفعة مبالغ فيها وفي الاخر بيبيعها بسعر زهيد طبعا انها حاجة مخالفة وفي نفس الوقت في طمع بالشخص اللي بيروح يسكن هناك لان هو في الاخر عايز برضه ياخد حاجة سعرها زهيد بالمقارنة بغيرها وهو عارف انها مخالفة فاحنا كلنا مخطئين نفس الكلام اللي معايا وزير قاله وانا بستكمله بس هو الخطأ على كل التوعية في موضوع تلوث النيل والناس اللي بتلقي مخلفاتها على النيل غرض الرئيس ان احنا نكون في تواصل مباشر مع السادة النواب طبعا ووجود الاخوة الصحفيين بحيث نكون لو في اي تساؤل اي شيء فيما يخص المشروع او ما يخص وزارة الري اعتقد معالي الوزير حاضر عشان يكون معانا حسيتنا باذن الله ثابتة ما بتتغيرش وان شاء الله كمان يعني هنشتغل عشان نزوده مش عشان اي حاجه ثانيه واحنا هنزودها بايه بزياده التعاون والترابط بيننا وبين دول حوض النيل ده منهج اساسي شغالين عليه علشان نكمل وان شاء الله الحصه زي ما بقول هي حصتنا 55.5 هنحافظ عليها وهنشتغل عشان نزودها.